رجعنا لحضراتكم تاني مع الفقرة الثانية وهي المراهنات والمقامرات الإلكترونية. فإحنا بنقول لكل الآباء والأمهات خدوا بالكم أن أنتم ممكن تبقوا قاعدين في البيت وولادكم بيلعبوا قمار وأنتم ما تدروش. إزاي الكلام ده؟ دلوقتي بقى في تطبيقات للمراهنات والمقامرات، أن هو ممكن يخش يلعب قمار. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة سهلت كل هذه الأمور. طبعا حضراتكم دلوقتي عارفين اللي بيحصل، ان انتم ممكن تكونوا بتتواصلوا مع اشخاص وانت من مكانك ومن منزلك، وممكن تبقى قاعد مع ابوك وامك واسرتك وجدتك وكله وما انتش معاهم، انت مع ناس تانية خالص قاعد معاهم وبتكلمهم وبيشوفوهم وبيشوفوك وبيرسلوك وبيكلموك وكل حاجة اكنهم هم معاك. وهذه الوسائل للمقامرة أصبحت الآن مشكلة، وبقى في شباب بينتحر، في شباب بينتحر بسبب إن هو بيخسر أموال طائلة، لأن هو كان بيخش هذه الألعاب القمار من أجل الربح السريع، الربح السريع والربح، وإن هو هيغتني غناء فاحش وطائل، وبعدين بيخش يقامر بالمبالغ وفي الآخر بيخسر. فعندنا نموذج ومثال لانتحار شاب اسمه باسم، عنده 28 سنة. هذا الشاب كان بيعمل في شركة لنقل المواطنين تشبه شركة أوبر، أبليكيشن أوبر اللي احنا بنستخدمه كلنا، أوبر وكريم. وبعدين هذا الشاب فضل يقامر بأموال لحد ما قدر ان هو يخسر أكتر من 50,000 جنيه في هذه المقامرات. وطبعا كل ده وأهله ما يعرفوش، أو هم عرفوا في الآخر بعد ما جات له حالات اكتئاب فأقدم على الانتحار. ازاي اقدم على الانتحار؟ حاول ان هو ينتحر عن طريق قطع بآلة حادة زي شفرات الموس الحلاقة يده اليسرى، ثم قطع ارض ايضا في الوريد في ساقه الايسر او قدمه الايسر، وبعدين حاول ان هو يذبح نفسه عن طريق قطع في تحت الرقبة. وبعدين اكتشفوا الكلام ده بعد ما ألقى بنفسه، لما فشلت المحاولات دي كلها ألقى بنفسه من الطابق الرابع أو من الدور الرابع، رمى نفسه فمات. فبعدين أثناء التحقيقات وجدوا في الجثة هذه الجروح القطعية، وبعدين اتضح أنه كان بيحاول الانتحار عن طريق قطع الأوردة. ثم بسؤال والده بيعمل مدير لفندق، وأخوه طالب أفادوا في التحقيقات إن هو خسر مبالغ طائلة وصلت ل50,000 جنيه، وبالتالي أصيب بحالات اكتئاب وأقدم على الانتحار على إثر هذه الخسارة. فإحنا دلوقتي بصدد هذه القضية. قد إيه موضوع غريب جدا يا إسلام، ويعني إزاي لعبة تخليني أنتحر؟ ده برضو شيء غريب قوي، لعبة تخليني أنتحر. عايزين نرحب بضيفنا دكتور حسن عطية مرة تانية معانا. أهلا بيكم. وأهم سؤال في الفقرة دي، اللعب ده حرام ولا مش حرام شرعا؟ جميل. طيب، هو في سؤال قبل كده ممكن أسأله لنفسي. اتفضل. هو لعب القمار مذكور في القرآن؟ احنا قلنا ان القرآن في الفقرة اللي فاتت في كل حاجة، كل حاجة مذكور في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الخمر والميسر. كلمة القمار في اللغة العربية الفصحى الميسر. لعبة الميسر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إيه ده؟ الخمر والميسر فيهم منافع؟ أنا هبيع وهكسب وهشتري، وبعدين أنا لو شربت خمر هنسى، لو عندي مشكلة ولا حاجة هنساها، لو لعبت هكسب وهربح وهشتري وهجيب وهبني وهبقى غني، صح ولا لا؟ فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بس ربنا قال بعدها إيه بقى؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى دلوقتي يبقى دلوقتي اللعبة إيه؟ حرام. بس كان زمان بنجيب ترابيزه زي ديت وبيقعدوا كده وبتاع والكلام ده. دلوقتي الموضوع اتطور بقى، الشكل الجديد. ما هو الشيطان بيتطور برضه مع الشكل الجديد. استاذ حضرتك معانا مداخله من الدكتوره ولاء شبانه، استشاري النفسي والاسري وخبير تربوي. اهلا بيكي معالي الدكتوره ولاء. اهلا بيك يا دكتور. دكتوره ولاء تسمعيني؟ ايوه يا فندم. اهلا بيكي يا فندم، ازاي حضرتك؟ أهلا بيكم، كل سنة طيب. الله يخليك. هو حضرتك دلوقتي احنا بصدد قضية اللي هو انتحار الشاب باسم، نتيجة ان هو كان بيلعب
بالمقامرات الإلكترونية، إن هو بيلعب قمار عن طريق شبكات التواصل أو أبليكيشن معين. حضرتك إيه رأيك في هذه القضية؟ والله بصي يا فندم، احنا يعني مرارا وتكرارا اتكلمنا اكتر من مره في هذا الموضوع، وقلنا ما نقدرش ان احنا نظلم الطفل لوحده ابدا في هذه القضيه. ايوه لعده اسباب. الطفل وليد اللحظه، بمعنى ان ما فيش حد بيقدر يتعلم حاجه في الطبيعه الا اذا كان طلع ولقاها. يعني الولاد اللي بنقول عليهم اشقيه وبيفهموا في اليوتيوب وبيفتحوا السمارت فون، هو لو ما كانش لقى ان امه او ابوه ماسكين السمارت فون في ايديهم ما كانش هيعرف الموبايل يا فندم. ايوه بالظبط. يبقى اذا اصبع الاتهام الاولى والاخيره توجه لولي الامر في هذه الحاله. انا مش هلوم على طفل غير اهل للثقه في السن ده، ولا هلوم على ان الموضوع بيكبر معاه واحده واحده، قبل ما هلوم على ان الرقابه والقدوه الصحيحه اللي المفروض تكون موجوده في البيت للاسف مفتقده. طيب احنا بنتكلم ان خلاص ده امر واقع بالنسبه لنا ومش هصلح البنيه التحتيه من اول وجديد لان الولاد كبروا. هل حضرتك قعدت مع اولادك عشان تسمع مشاكلهم؟ هل حضرتك فرغتي نفسك من مسكه الموبايل وكلام الجروبات بتاعت المامي ليل ونهار عشان تعرفي ايه مشكلات ابنك او بنتك؟ هل وصلتيهم لمستوى الثقافه الكافي اللي يقول لهم ايه الحاجه اللي ممكن تمثل ليهم خطوره، او الحاجه اللي ممكن نستخدمها استخدام امن او استخدام عادل الى حد كبير؟ لا يا فندم معلش، انا شايفه ان الظالم الاول والاخير في هذه القضيه هو ولي الامر. مؤسسات المجتمع تتكاتف من اجل هذه القضيه، ومرارا وتكرارا بنقول لو علم المشرعون قدر اهتمام ولي الامر بالتقنيه الحديثه لمواكبه الطفل في هذا العصر لجعلوه قانون. دي لا جدال فيها. لكن طب هل اللعبه دي، هل اللعبه الالكترونيه يا دكتور، دكتور ولاء حضرتك سامعاني؟ طب هل اللعبه الالكترونيه بتسبب ضغط نفسي؟ اكيد طبعا. بصي يا فندم، هو يمكن بعض خبراء التغذيه قالوا قبل كده بمثل بسيط جدا، ان لما تحبي تعملي حميه غذائيه او لما تحبي ان انت تخسي اتفرجي على افلام الرعب مثلا او الافلام الاكثر اثاره. ليه علميا الكلام ده؟ لان الحاجه اللي بتعمل انترست عصبي او بتعمل شد عصبي بشكل او باخر بتحرق الدهون في الجسم بشكل غير مباشر. طيب هل الفكره دي اللي احنا بنطبقها ككبار عشان نخس وبنسمع لخبراء التغذيه مش قادرين نسمعها للصغيرين، هي بترفع نسبه الادرينالين عندهم؟ اه طبعا. ولسه للاسف كان من حوالي 3 شهور نفس الحادث برضو مع لعبه ببجي، مع انها مش انتحاريه ولا حاجه، الا ان الشد العصبي اللي بيتعرض ليه الانسان من جراء احداث هذه اللعبه ادى الى ارتفاع نسبه الادرينالين في الدم عند الطفل، والولد جات له سكته وتوفى في الحال وهو عنده 13 سنه لسه. طيب حضرتك ممكن يعني تعرفينا ايه الالعاب الالكترونيه الخطره على شبابنا واولادنا؟ والله خطوره الالعاب دي، انا معايا مداخله في التلفزيون لحظه واحده. خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال دي طبعا بتتمثل في عدة مشاكل كتيرة جدا. أولها زي ما قلنا الرقابة، لازم يكون ليها دور مهم جدا. انعدام دور الرقابة يبقى معناها أن أنت بتعرض ابنك لمشاكل كتير جدا جدا غير الألعاب الإلكترونية في حد ذاتها. ثانيا بتمثل خطورة صحية كبيرة جدا، أولها ودي الأوضح والأرجح بالنسبة لنا جدا هي فكرة الالتهاب الشديد بالعين. يعني فكره ان حضرتك تحدق العين بشكل اكتر من اللازم واتساعها بشكل اكتر من اللازم للتركيز فتره كبيره على السمارت فون، حتى لو بتتكلم شات حتى مش شرط للالعاب تحديدا، ده بيؤدي الى جفاف العين واحمرارها والتهابها بشكل شديد. بعض الناس مش متخيلين ان ممكن يحصل اعوجاج في الرقبه او بعض التشوهات في العمود الفقري بسبب الانحناءات الخاطئه او الجلوس الخاطئ لفتره طويله على الالعاب الالكترونيه سواء هي على التابلت او على اللابتوب. اكتر من كده حضرتك، ان بعض الجلطات تصيب الانسان من جراء الجلوس فترات طويله وبيسبب عدم مرور الدم وتدفق ونشاطه بشكل متوافر، فبتسبب تحصر الدم وتكثفه في بعض الاماكن فبتؤدي الى جلطات. يعني احنا بنتكلم في مصايب، انا مش عارفه الناس مستنيه لامتى. طيب دكتوره ولاء، اسمح لي بس اسال السؤال ده، دكتوره ولاء ازاي نقدر نقنع ابني او اقنع ابني ان هو يبتعد ويبعد خالص عن الالعاب الالكترونيه اللي بالشكل ده؟ ازاي اقدر اقنعه؟ هو اللي ما دخلش في القصه من البدايه يقدر ان هو يلحق من البدايه ان هو ما يوجهش الطفل اطلاقا الى هذه العاده السيئه.
لكن اللي اتحط على الطريق الخاطئ دلوقتي نقدر ان احنا نحل المشكله بقدر الامكان ان احنا اولا التوعيه المهمه، لان الطفل بيخاف على نفسه مهما كان، هو عنده تطلع لحاجه خلاص هو اطلع عليها فخلاص، فبالتالي يعني هو يقدر يكون مستوعب جدا لخطوره. طيب ولي الامر نبه عليه. حضرتك لعبه اولمبيك اللي هي تسببت في مقتل الشاب باسم اللي هو بيشتغل كمان في شركة، يعني الرجل مش عاطل وبياخد فلوسه كلها اللي بيشتغل بيها غير الفلوس اللي معاه وبيقامر بيها، وده أصابته بحالة من الاكتئاب نتيجة للخسارة، الخسارة الفادحة. طيب دلوقتي حضرتك لعبة أولمبيك والحوت الأزرق، احنا بنسمع عن أبليكيشنات بيتم تطبيقها ودي تسمى بمعنى صح ألعاب الموت، ألعاب الموت يعني النهاردة عشان الناس تخش تلعب وتقامر وفي الآخر ينتحر، فدي ألعاب موت. يعني حضرتك دلوقتي هل الأمر ده دلوقتي يتطلب تشريع لمنع مثل هذه الأبليكيشنز أو التطبيقات اللي هي بتؤدي إلى الموت؟ يعني دي ألعاب موت. هو للأسف ما نقدرش إن احنا نعمل الكلام ده، لأن تطبيقات الأبليكيشنز دي للأسف بتبقى عالمية، وواضع هذه الالعاب ممكن بشكل بسيط جدا ما يبينش ان هو صاحب هذه اللعبه بشكل محدد، فبالتالي التقنين والتشريع الحقيقي المفروض يكون من جراء الاسره نفسها. مفيش فلتره، مفيش منع من عندنا من وسائل معينه يتم منع هذه التطبيقات الخطره، مفيش رقابه؟ بص حضرتك، انت لو زارع في ابنك من البدايه مبدا ان القمار ده فكره خطا، ان هي بتجلب الفقر، ان هي بتجلب غضب ربنا سبحانه وتعالى، هو هذا الجانب أنا. اعتقد ان احنا معانا الاستاذ الدكتور حسن عطيه، حضرتك هيجاوبنا مدى شرعيه لعبه الميسر او القمار كما يسميه رجال الدين او كما يسمى لغويا ودينيا. فاحنا دلوقتي عايزين من حضرتك الجانب النفسي بصفتك خبير تربوي ونفسي دلوقتي. بص حضرتك، اتفضلي. الجانب النفسي لا ينفصل عن الجانب الديني على الاطلاق. تمام، على الاطلاق. اتفق مع حضرتك. الديني من وازع التربيه بتطلع البني ادم متربي سواء هو مسلم او مسيحي او يهودي، التربيه واحده بالنسبه لك. مظبوط. تمام. لكن مبدا ان انا ازرع في ابني العاده والتقليد دي ان هي تكون صحيحه من البدايه، الطفل مهما خرج لمجتمعات اخرى هيفضل ماسك على دينه وتقاليده وعاداته مهما كان. فالفكره بالنسبه لي عشان كده بقول اللبنه الاولى والاخيره ورماره الميزان في الموقف هي الاسره، الام والاب داخل البيت هم اللي ليهم الوازع الاساسي في هذا الشان. ومن ناحيه ان احنا ممكن نقنن الموقف داخل البيت بقى مش خارج البيت، ممكن تقنينه بمنتهى السهوله بفكره ان الاطفال الصغيرين ليهم قنوات اليوتيوب خاصه بيهم زي يوتيوب كيدز وما الى ذلك. طيب الموضوع سهل بالنسبه لنا. احنا حضرتك يعني هناك دور على الاعلام وايضا الدوله ان هي تقوم بالتوعية، لان دي بقت العاب موت وخطرة على الشباب وخاصة المراهقين، وحضرتك عارفة ان احنا عندنا شريحة كبيرة من الشباب بتندرج تحت مسمى التين ايجرز او المراهقين، ففي مرحلة المراهقة دي بيكون الانسان عنده افكار مشوهة ولا يعرف، يعني ما بيكونش حكيم بمعنى صح وما بيعرفش خطورة هذه الالعاب. فانت شايفة دور المجتمع ككل سواء الدولة او الاعلام او الاب او الام، ايه الدور المطلوب من الدولة ومن الاعلام ان يقوم به للتوعية اذا كان احنا مش هنقدر نمنع من بره او نمنع الابليكيشن نفسه او التطبيق؟ بص يا فندم، احنا بنعد بناء شخصية الطفل دي في حد ذاتها مؤسسات مجتمع مدني بحالها هي اللي بتجتمع حوالين تربية الطفل دي. يعني الطفل ده لما بيلاقي المدرسه قدامه صحيحه، لما بيلاقي الام سويه، لما بيلاقي الاب بيراعي، لما بيلاقي مراكز الثقافه بتقوم بدورها، غصب عنه هيطلع بني ادم سوي. مفيش حاجه ابدا في الدنيا تقول ان ده دور بني ادم واحد لوحده، لا الاسره لوحدها ولا المدرسه لوحدها ولا مؤسسات المجتمع المدني كلنا على حده. التكاتف من اجل اصلاح طفل او من اجل اخراج بني ادم سوي نفسيا هو ده المهم بالنسبه لنا. طب دكتوره ولاء اسمحي لي اسالك سؤال. دكتوره ولاء اسمحي لي، في دور للدراما بشكل سيء مثلا بيعكس هذا التمرد على الاطفال بشكل كبير جدا، يبقى ساعتها ما اقدرش اقول ان كده ده من ضمن مؤسسات المجتمع المدني اللي بتساعد على تربيه الطفل. طب دكتوره ولاء اسمحي لي اسالك سؤال تاني. انا كأم وعرفت ان ابني بيلعب اللعبه دي حاليا، اعمل ايه في الموقف ده؟ وانت شايفه قد ايه اللعبه بتكون مؤثره؟ خلينا متفقين ان كده كده هي لازم تتمنع. طيب اوكي، لكن وسيله المنع هي بقى اللي هتفرق بالنسبه لنا.
يعني ممكن بمنتهى البساطه حضرتك اشوف ايه الهوايه اللي ممكن الطفل ده يكون عنده ميول ليها بشكل او باخر واوجهه ليها. اقدر عن طريق مثلا الخروج، المحاكاه، المشاركه المجتمعيه داخل البيت، او بممارسه الرياضه، او بتربيه حيوان اليف يهتم بيه الطفل بشكل او باخر. عندي الوسائل كثيره جدا جدا يا فندم، يعني الام والاب لو عايزين. معالي الدكتوره، احنا بنشكر حضرتك على هذه النصائح الغاليه. كانت معنا الدكتورة ولاء شبانة، استشاري النفس والاستشاري النفسي والأسري والخبير التربوي. بنشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله تكوني ضيفتنا في الحلقات القادمة. بشكر حضرتك جدا دكتورة ولاء شبانة. الآن نوجه كلمة أخيرة من فضيلة الدكتور حسن عطية، عالم من علماء الأزهر. إيه رأيك في هذه القضية والمقامرة والانتحار بسبب لعب القمار عن طريق الألعاب الإلكترونية وانت قاعد في الموبايل كده وانت قاعد في البيت؟ أيوة. ازاي اقنع ابني ان اللعبة دي حرام؟ جميل. هو زي ما الدكتورة تفضلت وقالت بالتوعية، فانا عندي آية في القرآن بتقول ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، وعندي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ضرر ولا ضرار. فانا كأب لازم اشرح لابني ايه معنى الآية ديت وايه معنى الحديث ده. بس في نقطة أنا عايز ما عانيتش مع ابني. أيوة. وما عانيتش مع بنتي، أنا عايز أوظف ذكائه بالظبط بالمفهوم، لأن إحنا بنختلف عن بعض. يعني كل شخصية بتختلف عن التانية. فأنا عارف شخصية ابني إيه. في ابن يجي بالعند، وفي ابن يجي بالأمر، وفي ابن يجي بالمصاحبة، وفي ابن يجي بالمصادقة، وفي نفس الوقت أشوف أصحابه مين. لان المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. هو بينزل بلاي ستيشن تحت، تم اجيب له بلاي ستيشن في البيت. هو مثلا بهوايته الكوره يروح يطلع الذكاء بتاعه في الكوره وقوته في الكوره. فانا لازم اوظف الكلام دوت كله، وبمعنى اصح لازم اعرفه كده وناقشه لغه الحوار ديت. لان الاسلام اصلا، الاسلام عندنا جميل قوي. الاسلام يدعو الى الترفيه، ويدعو إلى الرياضة، ويدعو إلى الحرية، ويدعو إلى المناقشة، ويدعو إلى الحوار. والكلام ده عرفناه قبل كده في لقاءات تانية، لقاءات سابقة. إذن حضرتك، من غير مقاطعة لحضرتك، إذن أن الخمر والميسر حرم في آيات واضحة، وحضرتك عايزين نذكرها في عجالة عشان إحنا مضطرين نختم عشان الوقت خلص، وعندنا رفع أذان المغرب أعتقد. فحضرتك، هي الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الحديث لا ضرر ولا ضرار، وأي شيء يعني أي شيء يضر بالبدن ويضر بالدين ويحرمه الإسلام، فيحرم الإسلام هذا الشيء أولا لمصلحة العبد نفسه. أيوة أيوة. وأي شيء يحله الإسلام يكون لمصلحة العبد نفسه. اسمح لي بس أسألك سؤال أخير. طب الطفل اللي هيقول لي أنا مش بكسب فلوس حقيقية، دي كلها لعبة، حرام جميل. في إيه؟ جميل. دوت بقى أنا بحاول أقنعه إن أنت يعني لا تأخذ نفسك لعالم الخيال. زي بالظبط لو أنا سبت الطفل يتفرج على فيلم رعب أقول له لا يا حبيبي اقلب، علشان دوت أنت هتخاف بالليل. يبقى أنا لازم أدخل في الكلام ده. شكرا فضيلة الأستاذ الدكتور حسن عطية. شكرا جزيلا. نورتنا. بنختتم حلقتنا اليوم، وكان عندنا مواضيع هامة جدا، وبنشكركم وإن شاء الله مستنيينكم الجمعة الجاية في ميعادنا إن شاء الله، وإلى اللقاء.